فكيف يكون له ولد عز وجل وهو الصمد الذي من معاني اسمه الصمد أنه هو الكامل الذي كمل في سؤدده وكمل في ملكه. ومن بين معاني الصمد أن الخلائق كلها تقصده في قضاء حوائجها، ولذا قال عز وجل في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ما الذي بعدها؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.